كلف الرئيس اللبناني ميشيل عون مصطفى أديب بتشكيل الحكومة الجديدة، وقد أجمعت كتل المستقبل وحزب الله والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وحركة أمل وتيار المرضى وعدد من النواب المستقلين على تسمية أديب لتولي رئاسة الحكومة وتشكيلها، فيما أحجمت كتلة القوات اللبنانية عن تسميته. وفور تكليفه جال أديب في الأحياء السكنية التي تضررت بانفجار مرفأ بيروت. هذا وسيبدأ الرئيس المكلف استشاراته لتشكيل الحكومة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل. وفي كلمة له بعد التكليف قال أديب إنه يأمل في تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن من أصحاب الاختصاص والكفاءة من أجل الانطلاق في إجراءات الإصلاحات الأساسية بالتعاون مع مجلس النواب. الفرصة أمام بلدنا ضيقة، والمهمة التي قبلتها هي بناء على أن كل القوى السياسية تدرك ذلك وتفهم ضرورة تشكيل الحكومة في فترة قياسية والبدء بتنفيذ الإصلاحات فورا من مدخل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. دعوني للنقاش حول هذا الموضوع أرحب بضيفي عبر سكايب من بيروت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق السيد فؤاد السنيورة. أحييك سيد السنيورة على شاشة الجزيرة مباشر، وأبدأ معك حتى من خلال خبر عاجل منذ قليل، قد وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو إلى بيروت بالفعل في زيارة ثانية خلال أيام قليلة. هل لوصول ماكرو علاقة بتسريع عملية اختيار مصطفى أديب رئيسا لوزراء لبنان أم لا؟ ما من شك أن تحديد زيارته منذ أن كان هنا قبل 3 أسابيع عجلت في قيام رئيس الجمهورية في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، وهو كان يتلكأ في ذلك وله سابقة في الماضي عندما أخر إجراء التشكيلات إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لمدة 50 يوما. هذه المرة هو أخرها لما يزيد قليلا عن 20 يوما، وبالتالي كان هناك ضغط من مجرد أن الرئيس الفرنسي الذي وعد بأن يأتي ووعد بأن يقدم كل مساعدة ممكنة للبنان، أن هذا الأمر شكل ضغطا على فخامة الرئيس بالتعجيل بالإعلان عن إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، وذلك أيضا أدى إلى إسراع الجميع في المحاولة لإظهار الرغبة بالتعاون. طبيعي كل ما نأمله الآن أن يستمر هذا التعاون، ليس فقط في عملية إجراء الاستشارات وبالتالي التكليف، بأن يسري هذا التعاون على عملية التأليف للحاجة الماسة لدى لبنان في إنجاز هذا العمل، وأن تكون للبنان حكومة قادرة على أن تتخذ القرارات اللازمة من أجل الشروع في العمليات الإصلاحية وأيضا في معالجة هذا الكم الكبير من المشكلات المتراكمة. لماذا مصطفى أديب تحديدا، وأنت من الشخصيات التي قمت بترشيح وتسمية مصطفى أديب كرئيس مكلف للوزراء في هذه المرحلة الخطيرة في تاريخ لبنان؟ يعني الواقع أن هناك انطباع عام يسود لدى اللبنانيين بالحاجة إلى الخروج من تلك الضغوط والضغوط المقابلة التي يمارسها السياسيون اللبنانيون على مدى هذه السنوات ضد بعضهم بعضا، بحيث أنه جرى بنتيجة ذلك استتباع الدولة اللبنانية وطغيان الدويلات الخاصة أو دويلات الميليشيات على الدولة اللبنانية، وبالتالي صار كل فريق يحتفظ لنفسه بوزارة أو بإدارة أو بشيء من هذا القبيل، وبذلك كان هناك رغبة من قبل الكثير من الشباب وكثير من اللبنانيين في أن تكون هناك وزارة مستقلة، لنجرب وزارة مستقلة بعيدة عن الطغيان هذه الأحزاب وبالتالي عن تأثيراتهم، ومن ثم أن تكون هناك مجموعة من الكفاءات تتولى هذه المسؤولية. إذ أن هذا الموضوع إذا كان هناك أحدا استطاع
أن يأتي بشخص وبالتالي يكون له امتدادات سياسية معينة، فإن ذلك فيه دعوة إلى بقية الأحزاب لكي تطالب بحصتها، وهذا الأمر طبيعي ما لا يحتاجه لبنان في هذا الظرف. لذلك كان التفكير في الاتيان بأشخاص يتمتعون بالكفاءة وأيضا بالمعرفة في حقول معينة ولديهم هذا الحس السياسي أيضا للاتيان بهم، وبالتالي تأليف. نعم، لكن اسمح لي سيد سنيورة، عفوا للمقاطعة، يعني أديب جاء من بنفس الطريقة ونفس الوعاء الذي أتى به يعني جميع رؤساء الوزراء خلال الحقبة الماضية أو الفترة الماضية، وبالتالي يعني كما يقولون المقدمات توشي بالنتائج والنهايات، حتى بعض اللبنانيين يتحدثون عن لا جديد، هي مسألة المحاصصة والطائفية، فهذا الوعاء لن يخرج نتائج مختلفة عن الماضي، هل هذا صحيح؟ طبيعي أنا أقدر مواقف الكثيرين الذين يعبرون عن هذه الخشية، وبالتالي أنا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى بعض الصبر وأيضا التبصر في الحاجة التي لدى لبنان أن يكون هناك فريق عمل مختلف المرات الماضية، وبالتالي انتظار النتيجة. إذا انجلى عن هذه العملية تشكيلة بالنهاية تمثل هذه الأحزاب بشكل كما جرى مع حكومة الرئيس دياب، فذلك يعني أن هذه العملية قد فشلت. أنا أعتقد كما أرى من هذا الموقف وهذا الاستعداد الذي لمسته اليوم من الدكتور مصطفى أنه راغب حقيقة أن تكون هناك حكومة مصغرة وأن تكون أيضا من مؤلفة من كفاءات، وأن لا تكون لديهم امتدادات مباشرة مع مختلف الأحزاب والفرق السياسية الموجودة في لبنان. بالمناسبة سيدة سنيورة، عفوا، نعم، لماذا لم يأتي سعد الحريري؟ البعض كان يرى أن سعد الحريري هو الأقدر بقيادة لبنان في هذه المرحلة تحديدا. لا شك أن التجربة التي اكتسبها الرئيس سعد الحريري تؤهله لأن يكون رئيسا للحكومة، ولكنه أبدأ عن عدم رغبته الآن في تولي هذه المسؤولية، وأن تكون هناك خلينا نقول ما يسمى نكهة جديدة للحكومة في هذه المرة مؤلفة من أشخاص الذين يعتبرون اختصاصيين في حقولهم، وبالتالي يكون هذا التواجد يعني موضوع بشكل سليم لكي يتمكن فعليا أن تكون هناك فريق عمل ما يسمى متجانس قادر على أن يعمل كفريق عمل همه أن يسارع إلى إجراء الإصلاحات وأن همه العملية الإنقاذية التي يحتاجها لبنان. فبالتالي أنا أعتقد أن هناك يجب أن يكون في تفهم لهذا القلق والخشية التي لدى البعض، الجواب عليها ليس بالتأكيدات الكلامية ولكن يجب أن يكون بالفعل عن طريق تأليف هذه الحكومة، وهذا الحكومة يجب أن تتم بأسرع وقت ممكن، لأنه عندما تطول الفترة في عملية التأليف فإن ذلك يستدعي ما يسمى شروطا من هنا وشروطا من هناك ومطالب من هذا الفريق ومطالب من الفريق. طيب تمام، في نفس المشكلة. سيد صنوع، للحقيقة أنت بالتأكيد أدرى مني بهذه النقطة، مسألة انعدام الثقة بين جزء من الشارع اللبناني والشعب اللبناني والطبقة السياسية ككل، يقولون أن هذه الطبقة كل هي المشكلة الحقيقية لأزمات لبنان الحالية والماضية وحتى المستقبلية، وبالتالي في النهاية هذه الطبقة هي التي أخرجت مصطفى أديب وغير مصطفى أديب، وبالتالي يعني لا جديد. ما رأيك؟ يعني كيف تجسر الفجوة بين فكرة انعدام الثقة في الطبقة السياسية والشارع اللبناني بشكل عام؟ يعني أنا خليني أقول لك شيء، أنا أعتقد أن
السبب الأساس في هذا التردي في مستويات الحوكمة وبالتالي أيضا الفساد في لبنان هو فساد سياسي في الأصل، وهو نتج عن تلك العلاقة التي أرادها أو أرادتها كل الفرق أو معظم الفرق السياسية في ما يسمى أسر المواطنين لكي يكونوا فعليا ملتزمين بآراء زعمائهم السياسيين، وبالتالي خاضعين لابتزازاتهم وخاضعين لأنهم يتلقون منهم المساعدات في الحصول على الخدمات الطبيعية التي ينبغي أن يحصلوا عليها من الدولة، ولكنهم مضطرين لأن يمننهم أولئك السياسيون بالحصول على تلك الخدمات، وبالتالي أصبحت العلاقة علاقة زبائنية. ومن ثم كان هناك حرص مستمر من قبل تلك الأحزاب السياسية على أن تحكم قبضتها على الدولة اللبنانية وعلى الوزارات والإدارات، بحيث أصبحت الوزارات المختلفة مزارع أو مستعمرات للأحزاب السياسية والطائفية والميليشياوية. هذه الآن ما يرغب به الرئيس المكلف في أن يخرج من هذا الإسار وهذا الضغط الذي يمارسه تلك الأحزاب بأن يكون خارجا عن تأثيرات الأحزاب. هذا مطلب أنا أعتبر إذا نجح فيه فإن ذلك فيه تحقيق لثورة حقيقية على ما يسمى الفساد في لبنان. طيب فيما يخص مسألة الفساد، لكن دعنا نذهب لمسألة الطائفية، لأن رئيس الجمهورية يطالب بإقامة دولة علمانية الشارع، وهذا غريب طبعا لأنهم يقولون أنه هو مستفيد يعني أساسي من الدولة الطائفية، هو يطالب بدولة مدنية علمانية. متى ستنتهي دولة المحاصصات والطائفية في لبنان سيد السنيورة؟ لا شغل يا سيدي، في مشكلة مستمرة في لبنان، أن هناك بونا شاسعا فيما يقولونه وفيما بين ما يفعلونه. يقولون بدولة مدنية، وأعتقد أنه أكثر من مارس الضغوط الطائفية والشعبوية خلال هذه السنوات الماضية هو الحزب الذي ينتمي إليه فخامة الرئيس من خلال رئيسه جبران باسيل، التيار الوطني. هذا الشحن الطائفي والمذهبي كان أعظم مثال على ذلك، وأكبر ممارسة لهذه الضغوط الطائفية هو الذي مارسها جبران باسيل على مدى كل السنوات وفي كل شيء وفي كل أمر. لم يعف عن أن يطالب بهذه الحصص حتى بالنسبة للفراشين، حتى بالنسبة لهذا، بدلا من أن يكون الرقي والارتفاع إلى مستوى اعتماد المبادئ التي قام عليها لبنان، وهي الاعتبار المتعلق باحترام الكفاءات والجدارة والكفاءة والجدارة في الحصول على المراكز في الدولة اللبنانية. وبالتالي أصبح الموظفون ولاءهم للأحزاب الطائفية والمذهبية، وبالتالي ما عاد همهم الدولة، همهم إرضاء زعمائهم. فبالتالي يجب أن نخرج من هذه ما يسمى الادعاءات والشعارات التي لا تعني شيئا غير ما يسمى الكسب للعطف الجماهيري والعطف الشعبوي. أنا أعتقد أن اتفاق الطائف الذي أقره لبنان، أقر اتفاق الطائف وهو لم يستكمل تطبيقه. اتفاق الطائف نص على أن يكون هناك مجلساً نيابياً يلبي طموحات الفرد في الحصول على الخدمات التي تقدمها له الدولة وفي تنظيم علاقته بالدولة. أما الأمر الآخر الذي نص عليه اتفاق الطائف والذي جرى التلكؤ بشكل مستمر عن القيام به، وهو أن يكون هناك مجلس شيوخ، وهذا المجلس الشيوخ يلبي ما تتوقعه الجماعات في لبنان. لبنان مؤلف من 18 جماعة دينية في لبنان. نعم. نظام المجلس النيابي لبنان والنظام اللبناني
هو نظام مدني بكل معنى الكلمة، ولكن عم بيجرى بدل ما يكون تنظيم وجود الجماعات الطائفية عم بتم احترام وجودها وعدم التهميشها او عدم يعني المس بها، بيكون عبر احترامها من خلال التمثيل الذي يمكن ان يتم عن طريق مجلس الشيوخ. فبالتالي الامر يتركز فعليا على ان هناك امرا كان ينبغي ان يصار الى القيام به وجرى التعتيم عليه ومحاولة التهرب منه على مدى السنوات منذ العام 89 حتى الآن، منذ السنوات التي كان فيها النظام السوري حاكما في لبنان أو مسيطرا في لبنان إلى الفترة التي تلت بعد ذلك منذ العام 2005، والتي جرت فيها أمور كثيرة أدت إلى هذه الممارسة التي تمثلت خلال السنوات 15 الماضية بمزيد من التشنجات الطائفية، والتي كما أسلفت كان المثل الأكبر على هذه التشنجات الطائفية وإثارة النعرات المذهبية كان حزب رئيس الجمهورية التيار الوطني الحر. طيب لكن اسمح لي، حزب رئيس الجمهورية يعني حزب جبران باسيل، حزب الله، كل هؤلاء أيدوا حزب الله أيضا تكليف السيد أديب. هل هذا يعني ببساطة شديدة أننا أمام أيضا حكومة ستكلف، حكومة محاصصات يجب أن يرضى عنها حزب الله والتيار الحر ورئيس الجمهورية وبقية يعني الطوائف اللبنانية أم لا؟ أنا بدون أدنى شك أضع يدي على قلبي أن ما نسمعه اليوم هو استعدادات طيبة ورغبة للتعاون، انطلاقا من أن لبنان قد وصل إلى نقطة أصبح قاب قوسين أو أدنى من ذلك الارتطام الكبير بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والمعيشية في لبنان. إن هذا الإدراك الذي أتمنى أن يكون صحيحاً وأيضاً يؤدي إلى التزام كامل بمصلحة الدولة اللبنانية ومصلحة اللبنانيين، لذلك فإني مع إبداء أملي لدي الخشية في أن لا يأتي ما يسمى حساب البيدر وحساب الحقلي، أي ما نسمعه في الحقل ما لا نراه عند البيدر، ما نسمعه في الكلام لا الآن وقبل البدء بالتأليف لا نراه عند التأليف. لذلك الأمر الذي يجب أن يدركه الجميع أنه لم يعد لدى لبنان على الإطلاق طرف الانتظار ولا طرف الاختيار، يعني أنا أعني هذه الكلمات، لا طرف الانتظار ولا طرف الاختيار. المشكلات أصبحت أكبر بكثير من لبنان ومن اللبنانيين. طيب اسمح لي سيد السنيورة، نعم، فكرة الطائفية التي تحدثت عنها البعض يرى أنها ليست هي المشكلة فقط، لكن فكرة الاعتماد على قوى إقليمية ودولية، يقولون أن الجميع لديهم ما هم إلا انعكاسات لقوى إقليمية، المستقبل هو انعكاس للسعودية أو حتى لباريس، حزب الله هو انعكاس لإيران أو غير إيران، وهكذا ممكن أن نسمي كل طائفة بهذا الشكل. هل هذا حقيقي وهل هذا فعلا ما يؤثر على الساحة السياسية اللبنانية بشكل عام ويضعفها؟ أنا بعتقد أنه مر لبنان بعدة تجارب وتجارب قاسية جدا، وكانت هناك مراهنات مستمرة لدى مجموعات مختلفة في لبنان على الخارج، وهذا الأمر طبيعي هو بيت القصيد بالإضافة إلى ممارسات الأحزاب الطائفية والمذهبية في لبنان، أن هناك كانت ممارسات من أجل ما يسمى المراهنات على الخارج، أكان ذلك ضمن الإطار الإقليمي أو خارج الإطار الإقليمي. والآن أنا بعتقد أنه هذا الأمر أصبح جديرا جدا
بمراجعة يعني صادقة وواعية ومتبصرة لدى الجميع. لبنان، دعني أقول لك ما أعتقده أنا، أن لبنان يحكم بقوة التوازن وليس بتوازن القوى. بقوة التوازن الذي يعترف بالجميع بأن لكل فرد ذات الحقوق وعليه ذات الواجبات، وأن انتماءه إلى طائفة معينة لا يعرضه لنوع من أي نوع من أنواع التهميش. دعني أقول لك مثلا أن لبنان بتاريخه حتى قبل اتفاق الطائف كان بإمكان كل مواطن لبناني بغض النظر عن أي طائفة انتمى باستطاعته أن يكون وزيرا لأي وزارة في لبنان بغض النظر عن حجم طائفته. هناك ما يسمى ممارسات استجدت، بحيث أصبح أن في وزارات معينة لا يحصل عليها إلا من ينتمي للطوائف الأساسية الأربعة، يعني الموارنة والأرثوذكس والسنة والشيعة، بينما تاريخ لبنان حافل على بشكل كبير على أن الكاثوليك والدروز كانوا يحصلون على أهم حقائب بالوزارات بغض النظر عن أنهم لا ينتمون للطوائف الكبرى. هذا هو نظامنا نحن. الأمر الذي جرى أنه خلال هذه السنوات جرى، مش ليست فقط هذه السنوات البسيطة، على مدى عدة عقود كان هناك مراهنات. هناك مراهنات ساعة على الشرق وساعة على الغرب، ساعة على بلدان في المنطقة وآخر. أنا بعتقد أنه هذه الآن استحق الحق، نعم، كما يقول القرآن الكريم لقد حصحص الحق، والآن أصبح على الجميع الآن أن يدرك أن النتيجة إذا استمرت بهذه الممارسة ستكون وبالا على الجميع. وبالتالي إن إذا استمرينا بما يسمى ممارسات توازن القوى، ذلك دعوة مستمرة إلى الخلافات وإلى الحروب، لأنه كل طائفة تحاول أن تستقوي بالآخرين أو بالخارج على الداخل، مما يستدعي الآخرين أن يعملوا للاستقواء كذلك بالخارج لرد الصاع صاعين. هذا الأمر طبيعي. لبنان لا يحكم إلا بتوازن القوى وبعودة جميع اللبنانيين لفهم هذه الحقيقة التي كلفتنا غاليا. تمام. والآن كما أقول الآن حصحص الحق. طيب، فيما يخص زيارة ماكرون وهو الآن يعني في بيروت، البعض رأى في الزيارة الأولى منذ أسابيع قليلة وكان عودة للانتداب الفرنسي مرة أخرى على لبنان. الرجل يسير في الشوارع يعني حتى أفضل مما يسير فيها أي سياسي لبناني، بلا خوف بلا حذر. بعض الناس حتى يطالبوا بعودة وصايا الفرنسية مرة أخرى على لبنان. هل هذا حقيقي؟ هل هذا بسبب ضعف وتراجع وفساد حتى كما ذكرت أنت النخبة السياسية، أم بالفعل هناك أطماع فرنسية حقيقية في لبنان؟ لا، أنا خليني أقول كن واضح الحقيقة. في هناك انهيار كامل في الثقة لدى اللبنانيين بالدولة اللبنانية، بالحكومات اللبنانية، بالعهد، برئيس الجمهورية، بالطبقة السياسية بشكل كامل، وذلك ناتج عن هذا الانهيار الذي شهدناه في كافة الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية وطريقة الحكم، وكل ذلك انعكس على هذا الانهيار الكبير في الثقة. هذا الأمر طبيعي جاء عندما جاء هذا ما يسمى كما يقولون المصائب لا تأتي فرادى، المصائب الاقتصادية والمالية والنقدية، فقامتها جائحة كورونا، وبالتالي بعدين انشفاء قامتها ذلك التفجير الكبير في مرفأ بيروت، بحيث أن هناك ما يسمى يعني تغيرا كبيرا وضغطا وغضبا لدى اللبنانيين. هذا ثورة الغضب التي ألمت في اللبنانيين ومعهم حق في ذلك، عبروا عنه بتلك العريضة التي وقعوها بعضهم على أنهم مطالبين بما يسمى بعودة الانتداب. هذه ثورة الغضب. المعالجة لا تكون بأن نذهب إلى الانتداب، لأن هذا الانتداب ما جربناه وجربنا كل النتائج. يجب أن نعود إلى ذواتنا
وأن ندرك أن هناك حلولا علينا أن نقوم بها. المشكلة التي مرت بلبنان أن هناك استعصاء طويلا على الاستعصاء على 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 الإصلاح في لبنان، وبالتالي أصبحت الدولة ما يسمى مسيطرا عليها من الدويلات الطائفية والمذهبية والميليشياوية. ولذلك اللبنانيون الذين شاهدوا هذه الانعطاف من قبل الرئيس ماكرون، ولا سيما بعد هذا التفجير ما يسمى المريب الذي حصل في لبنان، طالبوا بهذا الأمر وما يسمى توسموا الخير من هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس ماكرون. لكن يجب أن ندرك أن الرئيس ماكرون كان يعبر بداية عن رغبته فيما يسمى تلبية الحاجات الإغاثية للبنان، ولكنه كان وما يزال واضحا مثل ما قاله وزير خارجيته ومثل ما عبر عن ذلك الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، أن عليكم أن تساعدوا أنفسكم وتساعدونا حتى نساعدكم، ولا يمكن أن نساعدكم إذا لم تقوموا بما يسمى يتوجب عليكم من إصلاحات. وهذه الإصلاحات ليست مكتوبة من قبل الفرنسيين وليست مكتوبة من قبل البنك الدولي، هذه الإصلاحات موجودة ويعرفها القاصي والداني، وهي موثقة في مجلس النواب وفي الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من 15 عاما. ونحن نردد، أنا دعني أقول لك مرة في مجلس النواب، أنا كنت نائبا في مجلس النواب في العام 2017 عند إقرار موازنة العام 2017، وبالتالي قمت وقلت للزملاء في مجلس النواب أنه وفي العام 97 كانت هناك مؤتمرات وصدرت توصيات، لو اطلعتم على تلك التوصيات الصادرة في العام 97 لتساءلتم بينكم وبين أنفسكم هل هذه كتبت في العام 97 أمها كتبت البارحة في العام 2017، أي بعد مرور 20 عاما. هناك هذا الاستعصاء الذي استطال واستمر على هذه الفترة، وبالتالي لم نقم بالإصلاحات. بمعنى آخر، لن يكون بإمكان أحد أن يساعد لبنان إلا إذا ساعد لبنان نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أشكرك شكرا جزيلا سيد فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، كنت معي عبر سكايب من بيروت.